لو انا مدي للكلب بتاعي تطعيماته والكلب تمام وسليم وفي رعاية طبية يعني بتتابعه وبتابع تمام المواعيد تمام بتاعة التطعيمات وكل الحاجات دي، تمام هل ينفع ان هو يكون بيحمل الدودة دي؟ هي دودة صح؟ اه طبعا، نوع من الديدان، وتتنقل دودة خطيرة جدا طبعا. للشخص يعني اللي بيربي الكلب؟ هي طبعا دي بتبان في براز الكلب، فالمفروض كل سنة يروح للطبيب البيطري ويعمل ياخد عينة براز من الكلب ويشوفوا هل البويضات موجودة في البراز بتاع الكلب او مش موجودة. يعني بيعمل تحليل لبراز الكلب اي بالظبط، حد بيربي كلاب اه طبعا، عشان يضمن ان هو ما عندوش الدودة دي، فبالتالي هتتنقل له. طيب هي برضو بتتنقل ازاي؟ يعني الطريقة اللي بتتنقل بيها الدودة من الكلب للشخص؟ هو طبعا البراز يعني الدودة لما بتبقى في أمعاء الكلب بتنزل مع البراز. لو اتلوثت ايد الواحد بالبراز ده بينتقل جزء من الدودة أو البويضات إلى الإنسان، وبالتالي تسكن في الكبد وبتحتل جزء كبير من الكبد. يعني يا بنضطر خبر. ان احنا نستأصل، وانا شفت حالات كده اكيد يعني. يعني بتستأصلوا الجزء اللي فيه الدودة ايا كان بقى اهمية الجزء ده لا، في هو الكبد الكبد، الحمد لله من الاعضاء اللي بيجدد نفسه. بتجدد نفسها، مش زي الكلى يعني. الكلى لو استهلكت نهائيا، انما الكبد يعني لو واحد اتنقل له تلت كبد او جزء صغير من الكبد، بعد سنة هيبقى بينمو كبده، الكبد بشكل بيبقى كامل كبده وبيقدر. فعلا. طيب دكتور، الدودة دي عشان تبان في تحاليل معينة لازم الشخص يعملها اللي بيربي الكلاب؟ لا، هو يعني لازم يعمل الأشعة الصوتية على الكبد، وبتبان جدا جدا بقرة فيها يعني حاجة بتشير ان ده الجزء من الأطوار بتاعت الدودة اللي اسمها الإيكاينوكوكاس جرانيولوزس.